ولي البضاعة دخلتوها بالمخزن؟ كل شيء جاهز؟ طيب شكرا. أستاذ وصلوا للمستشفى وحجزوا له غرفة 23 جناح الدكتور وجدي بحر. طيب شكرا. تعرف أبو باهر؟ أنا مدى أعرف اهتمامك بهالموضوع شنو؟ لأن أنت دا تشوف اللي قدام عينك وبس، بس أني دا أفكر أبعد. والأبعد شنو بهالموضوع هذا؟ أني أفهمك. صحيح أني متأثر الحياة البنية ويهمني تتجاوز أزمتها، بل أتمنى، لكن كل هذا ما يغير شيء من الموضوع. رفل تنتهي خلال الفترة المحددة، قبل بعد الأعمار بيد الله، لكن يبقى باهر بكل الأحوال هو ابني اللي ما لازم أخسره. هذا أولا، وثانيا هو أخذ اللي يريده، وبناء على موقفي من رفل هسه تتحدد علاقتي بابني. يعني أخدم رفل حتى أكسب باهر حارث. بس هذا حرام أبو باهر، شنك تستثمر مصيبة هالبنية حتى توصل للي تريده. مو خطأ، طالما هذا الشيء يخدمها ويوفر لها عمر جديد. الأعمار بيد الله أبو باهر، أنا وأنت ما نقدر نحدد، بس نقدر نستفيد. اسمعي يا أحلام. نعم دكتور. أهم شيء ما تتعرض لأي فيروس ومن أي نوع. مراقبة دقيقة لمدة 24 ساعة. حبذا لو تكون الزيارات قليلة، وتبلغين زوجها أنه أي مريض يشك بأمره ما يدخل عليها، لأنه أي التهاب يأثر عليها. أعتمد عليك أحلام. حاضر دكتور. رايدين نشتغل تحاليل جديدة وأشعة جديدة، رجعنا الدقة مطلوبة، وتبلغين ست نازك. حاضر دكتور. أي انفعال أي تأزم ما أريد، رجعنا رعاية خاصة وتنفذون الأوامر بدقة. صار دكتور. أي مريض ما يختلط بها للاحتياط، اليوم يمشي علاجها مثل ما هو بنفس النظام إلى أن نكمل ونشيك. تأمر بشي بعد دكتور؟ شكرا، تقدرين تتفضلين. يابا أنا أقول نسوي جدول خفارات، وكل واحد عليه نص يوم خفارة. أنا موافقة، أنت وأني وباهر. أنا لا، تسمحوا لي، أنا ما أقدر أتخلى عن هيك خفارة. شفتوا؟ لا حبيبي، أنت تخليك ستاند باي، أي واحد يزوق تقعد بمكانه. ماكو داعي لكل هذا، أنا ما محتاجة. خير؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك. أخوان العفو، ليش كلكم أفضل واحد يبقى؟ لأنه الزيارات اللي هي مو محببة. احنا نعتذر دكتور، آسفين جدا. يا أهلا وسهلا. طالعين. تفضل عمو. العفو دكتور. يا أهلا وسهلا. أنا مرحبا. تفضل. شلون هي رفل؟ واقفة شلون هم أنت ايش؟ زينة. هذه الأخت ميادة هي اللي اخترعت إياها. ولهذا شكلها مميزة. أخبارها؟ أي. العفو، أني أفضل أن تتركها شوية. نعم. وإحنا راح نسوي لها تحاليل. فت ساعتين حتى تمرون علي. ان شاء الله. أنا بغرفتي، خاف تحتاجون شيء. اشكرك دكتور. الله يخليك، تسلم. شكرا دكتور. على فكرة موقفكم وياها هواي ألمها، رغم أنه نعرف أن كل زين مدى حبها لباهر، وهي على هذا الأساس رفضت باهر أكثر من مرة. آني وأنت يمكن حتى لو ما افتهمنا شغلة العواطف نقدرها، لكن والدي وأمثاله ما ممكن يستوعبون هذا الموضوع. آني وأخته نفسي ما كنت مصدقة باهر أخويا. والدي كان يتصور انه باهر راح يكون مثال له يقتدي به بكل شيء، فجأة يشوفه قدام عينه ينحرف 180 درجة. طبعا ما ممكن يمرر هذا الموضوع بسهولة، الحب منطق غريب،
مثل الفلسفة أحيانا. شوفي باهر كان دائما يسوي بينا مقالب، أحيانا كانت تثيرني جدا وأحيانا تستفزني، بس من طرح لي موضوع رفل الحقيقة أنا صورته بشاقه مو جدي. يعني أنا ما أتصور ممكن إنسان يحب إنسان يمنحه كل شيء كيانه تفكيره لمجرد كلمة يعني. بس بالرغم من كل اللي صار بيهم أنا أحسدهم. سيد باهر، للأسف أقول لك أنه المرض بدأ ينتشر ويتغلغل بالدماغ، وهاي سبب الدوخة والصداع اللي يصير عندها. دكتور ماكو أي طريقة تتعالج بها الله يخليك. ممكن العلاج بالأشعة، بس هذا رح يولد مضاعفات. مشكلتنا أنه المرض بدأ ينتشر بكل الجسم، وهذه راح تكون عملية تعذيب وليس عملية علاج. هاي شهرين ماكو كل تقدم، حالتها دسوء أكثر. هذا قاعد بالمستشفى 24 ساعة، لا أكل ولا شرب. لو تسمع ميادش تحكي يتفطر قلبك. بكي 24 ساعة، ضعفان وعيونه مرمى. عليمن، يعني بس هي تمرضت؟ ليش كامل؟ يعني إذا أتمرضت عفني، مو هاي أمانة. لو تكون بتأتعس الناس لازم يصونها، مو هاي حكايتك لولا، مو هذا هو الأصول؟ هو ابنك تذكر في اليوم الأصول في يوم من الأيام؟ علمه، روح على البنية وسلم عليها، هسه هو بمحنة كامل. بس أني سويت اللي علي. سويت كامل، أعطيته كم ألف دينار؟ شو تسوي؟ مصاريف المستشفى كلش هواي، حتى ساعة ما بقت بيده مثل الناس، حتى قوطة باحة. وش راح يسوي؟ النتيجة وحدة. تقبل ذمتك يخلي مرته تموت وهو واقف يتفرج عليها؟ تقبلها ذمتك؟ بس أنا كنت ناوي أساعده لو جاي. للأسف كامل، قمت التاجر مرض لبنية مو؟ أنا ما أقبل يرجع بهالطريقة ابني. يا طريقة؟ أعرف بش تفكر، عرفتك كل زين. أنا اللي يهمني ابني. ابنك رجال وقفته ويا مرته تشرف، عمره ما انعجب بشي غلط. إيش معنى هالمرة صديته وقفت بوجهه؟ لأن هالمرة داس ببطني، دمر بنت أخوي، تعرفين كل الزين، وهاي النتيجة. أستغفر الله كامل، لا تشمت، كل شي ربك إلا بحكمة. ما قلت شي عالية، هذا الحكي ما يفيد أرجوك. لا الولد راح يرجع ولا البنية راح تعيش. بس أني أريد أربح ابني. لا أنا إيش أريد؟ لا تتدخلين رجاءً. كامل هذا ابني. عد نسيتي هو مو ابني؟ حبيبتي رخم، للأسف يعني مثل ما قلت لك سابقا قدامنا بعد شهرين. آسف أني ما أحب أسبق الأمور، بس علميا هو هذا تقديري. دكتور سبقا قلت لي أكو طريقة بس بالخارج، ممكن أعرف شلون؟ نعم، قصدك عملية زرع النخاع؟ نعم. أستاذ باهر، عملية زرع النخاع هذه ما مضمونة، يعني تكون بنسبة 10%، وهذه ما توازي التكاليف. زين دكتور، ممكن أعرف التفاصيل؟ أولاً لازم النخاع اللي ينقل إلها يكون من شخص قريب، يعني مثلاً أخوها أبوها. بعدين ينزرع النخاع، ومعظم الحالات تصير عملية رفض، يعني حالة حال زرع الكلية أو القلب، وهالأشياء يعني إحنا هسه حالياً هاي الأجهزة ما متوفرة عندنا. طيب تعرف أحد برا يسويها؟ نعم، عندي أستاذي دكتور راموز ممكن يقوم بالعملية. زين تقدير التكاليف؟
استاذ باهر قبل التكاليف لازم نراسله، يعني نودي له تقارير كامله وبعدين هو يقدر ونعرف احنا ايش قد التكاليف العمليه. مبين ناطق لطيف. انت ما تعرفي ناطق انسان مادي، اهم شيء عنده الفلوس. لا احسه جاي عن قناعه افكر، بس الشغله عنده مجرد زواج يحصل منه كم فلس. مياده رفضته رجع لي، ارفضه يروح المياده. ورقاء اريد اوصيك بشي. اي باهر، باهر ما اريد اعيش وحده، اريد يرجع لبيت اهله ويندمج وياهم مثل قبل، لان تعرفين اني لا لا رفولة لا تقوليها. ما اريد اروح واني قلقة عليه. انتي كلش احترمك، بعدين انتي اقرب انسانة اله. حاولي. حاضر. باهر ابن عمي ويهمني ما يبقى وحيد. لا لا ابني لا، تماسك ارجوك، تماسك وليدي، ترى رفل بعدها متماسكه والحمد لله، وما ندري يمكن باي لحظه وتقوم. مدى اقدر، مدى اقدر عمو، حاولت مدى اقدر. حاسه فراغ رهيب، فراغ وحده فظيعه. ليش ابني؟ ترى اهلك الناس ابد ما قصروا. يمكن، بس رفل صارت كل ناسي وكل اهلي. عمواني من يوم اللي عرفتها لحد الان، وانا اتامل انه نعيش مرتاحين ونعيش بانسجام ومستقرين، بس كلها ما صار، ما صار. بالعكس، أنا عمري ما شفت رفل وأني أبوها سعيدة مثل ذيك الأيام، ولحد الآن باهر رفل فرحانة بيك، فرحانة بيك ولهالسبب. ما تهمها الفلوس ولا تهمها الراحة، ودائما تقول المهم باهر تغير، باهر صار غير شي، صار شخص آخر، قدر يوقف على رجليه وقدر يدبر أموره. للأسف كان براسي هواي أشياء كنت أتمنى أسويها. باهر هذا الحكي سمع لي إياه إلها، قل لها إلها كل ما تريد تقوله، لا تسكت، لأن أنا أفهم وضعك، أفهم وضعك كلش زين، وضعك صعب، لكن أنت 24 ساعة هي نايمة وأنت صافن بوجهها، وهذا الوضع ترى يتعبها. قل لها كل شيء وليدي، قل لها. هاي مثلا صار أسبوع من قال لنا الدكتور العملية مالتها لازم نسويها بالخارج، من أسبوع وللآن أنت ما قلت لها كل شيء وبس خجلان. شلون ما أخجل؟ شلون ما اخجل عمو؟ وانا اعرف الطريقة اللي ممكن تشفى بها رفل، وعاجز، عاجز لان خجلان كل شي ما عندي. لا عندك، عندك اكثر من اي بشر اخر.
صدقني باهر، انت اعطيتني اشياء لو ابقى مليون سنه ما ممكن احصل عليه. لا تتعذب، انت رجل بقد معنى الكلمه. رفا الاني بالنسبه لك عاجز وما اقدر اسوي كل شيء. انت اعطيتيني فشيء كنت افتقده من زمان، من زمان هواية. اعطيتيني نفسي، خلتيني احس بقيمة الشيء اللي اسويه. صدقيني رفل، اني احس انه اقدر اسوي كل شيء، بس دا اتاخر وهذا دا يعذبني. انت مجنون. بعدين اني مليت من العمليات والابر والادويه، عاجبني ابقى وياك. ما ممكن اكون الا وياك. اريد اطلع. نطلع وين؟ نروح للكافتريا. رفل الدكتور ما يقبل. لا يقبل. رفل لا تصيرين مجنونة، الله يخليك، مو زين على صحتك. عاجبني اطلع. عقلي. العقل يقول هالشكل، بس انت كسلان. تتذكر 20 مرة شاكرني، يعني على هالساعة وساعتين. شو أقدر أسوي لك؟ دائما أقول لك أني عندي شغل، أنت جيت تتوسل وتقول أبقى. زين أنا زين. ناس، سيارات، وعالم يتحركون. زين هكذا. المستشفى لا. بس. اسمع، يرجى من الدكتور الحضور إلى غرفة العمليات. أبر، أدوية، حبوب. عقدت الأرمات حمل. يا ريت. تعرفني ما ارد لك طلب، بس الدكتور يسوي لي حاسه. خمان شنو رايك نروح للشقه؟ مستحيل، ما تصير لاقي. Thank you.
معروفه ولا فعلا ما موجوده. صار لكم ايش قد من جيتوا؟ قبل نص ساعه. زين زوجها ما شفتوه؟ هذا هم اختفى. وين راحت؟ زين يجوز بوحده من الغرف منها ما اعتقد، لان قبل نصف ساعه انا مريت وما لقيتها. فدول على نسست الرحمه على والدي تشوف فيها خاف منها. امشي وياي. يلا وين صارت؟ طارت؟ انت شنو شغلك؟ الاستعلامات وين؟ موجودين دكتور. خلي جون يمي. حاضر دكتور. الو تفضلوا. اي اهلا وسهلا. نعم لا لا ما حد جال هنا. شنو طلعت؟ وين راحت؟ ما حد يدري وين راحت. حتى باهر؟ ليش هو باهر وينه؟ اتصلتوا بالشقة؟ اتصلنا أكثر من مرة ما حد يرد. عجيبة. ذولا وين صاروا؟ مجانين انتم مجانين. دكتور الحق ظرفه كلش تعبانه. انت شلون توافق؟ شلون تخليها تطلع وانت تعرف هي تعبانه؟ هذا جنون. رجل وجهك العظيم ما كان اقدر كل شيء اسوي. ما كان اقدر ارفض لها طلب. حقه. انتم شفتوا حالتها شلون؟ حقها؟ تريد تطلع تريد تشوف الدنيا؟ اعرف حقها لكن صحتها اهم يا اخي، صحتها اهم. شفتوها شلون فرحانة؟ عبارة كل شيء ما بيها.
لا تخاف عليها ابني، كل شيء ما بيها. وبعدين لا تلوم نفسك، مو انت السبب. انا اسف. الحب ماكو كلمة اسف. عمري ما تأسفت على لحظة قضيتها وياك. لا تتصور انه هذا الشيء تعبني، بالعكس انا سعيد. بس كان لازم اشوف كل مكان واسلم عليه واطمئن عليه. صدقني أنا كل السعيد. عندي سيستر أحلى. نعم دكتور. تنتبهين لأدوية رافائيل ودقة. نعم. وتعطيها الجرعة اليوم، لا تنسين جرعة كل أسبوع. أفضل أبرة الفاليوم خلي الهياب المغذي، وأني بالبيت أي شيء صير تخابريني. صار دكتور. بابا بابا الله يخليك، حياتها متوقفة على هاي الفلوس. ايش تتصورني؟ ملياردير؟ منين اجيب لك هذا المبلغ؟ بابا هذا مبلغ تافه بالنسبة لك. الله يخليك. عجيب، يعني تتصور عندي واضم عليك؟ ثم انا ما عندي عملة صعبة. تصرف بابا تصرف. اي صديق برا ممكن يساعدك، بعدين انت تقدر تتصرف هنا. الله يخليك بابا، ترى ما اتحمل. صعبة ابني صعبة، مو فلس وفلسين. ثم تعرف الرجال ده يقول لك العملية ما مضمونة، يعني نشيل فلوسنا ونذبها بالشط؟ مو مشكلة، المهم ندبرها ونحاول. ابني تعرف القضية صعبة صعبة، انت لو قايل لي قبل شهرين كنت اقدر ادبرها، بس تعرف التصعوبة التحويل. زين عندي طريقة. بس اني ما عندي. بعيشي اتصرف. لو دينار ممكن، بس عملة صعبة ابني. تريدني اخالف القوانين حتى ارضيك؟ بابا صدقني حتى الدائرة المعنية لو تعرف راح توافق، وحضرتك تقدر تتصرف. ليه؟ احنا عندنا التحاليل والتقارير. انت بابا ممكن تتصرف. اني اسف، سابقا كان ممكن بس هسه صعبة. اعرف، بس بابا فكر زين، انا مستعد اسوي كل شيء في سبيل احيي رجولتي. واحي إنسانة تكون لك كل احترام. أني رفع الأغذي هاي الحباية. وحاولي ترتاحين شوية. هاي. العفو أستاذ، أنا آسف. هذا اللي بقى عندي، وان شاء الله ادبر الباقي. بسيطه، بس الدكتور وجدي والدكتور حسين. ان شاء الله. اشكرك استاذ. لا مرحبا. هاي شنو؟ مشاريع انت والشله؟ يعني المشروع الثاني اضمن. زين انا موافقه. ما اخاف بعدين ترجعين بكلامك. لا اتصرف انت. زين شكرا ست نازك، مع السلامة. مع السلامة.
هلا هلا ورقة. أنا كلش آسف تأخرت عليك. ميادة وينها؟ جوا يا مرفل. خير؟ أكو شيء قلتي عندي شغلة وياك؟ إي أنا سمعت بأقساط المستشفى والعملية. ومشكلة؟ باهر أنت تعرف عمو عنده كل فلوسنا وأنا ما عندي غير هاي، أخذها تصرف بيها. فلوس؟ لا لا أشكرك. أنت شنو ذنبك؟ أرجوك باهر خليني أحس مرة واحدة أنت تعزني فعلا، بعدين صدقني صدقني أنا راح أكون سعيدة فعلا إذا أنت تكون سعيد. أنت مخبلة؟ بعدين شلون أخذها من عندك؟ على أي أساس؟ على أساس أنا بتعمك وصديقتك. لا مستحيل ما أقدر أسويها. باهر أخذهن، ابن الخازندار ما يصير يحتار على فلوس. شكرا بتعمي. لا ما أمطي، كافي اللي أخذه. إذا تتصور راح يجوز من اللي بباله، فاسمح لي أقول لك أنت غلطان. لا ما يسوى شيء وما يقدر يسوي شيء، لأن القضية مو فلس وفلسين حتى تدبر. مساعدة كامل، أنا أعرف اللي يطلبه هواية، بس أنت تقدر. أقدر طبعا. إي أقلها روح على الدكتور اسأله. اتصلت بالدكتور وما حصلته، احتمال باكر اتصل بي. كامل أقدر أشوف ابني؟ لا عليه، ابنك ما فكر في اليوم يمر للبيت إلا بس من يحتاجنا ويحتاج فلوس. هسه هو بيها حال، بيها حال يا كامل. نعم هسه بيها حال، بس قبلها كان أفضل. بس عالي أنا ما أنسى من سد التليفون بوجهي لما ارتحت وياه. مع الأسف يروح ينام ببيت قادر بيك وما يجي ينام ببيته. هو هذا ابنك؟ شي يصير ابني؟ شي يصير؟ الله يساعد. باهر باهر حبيبي ليش قاعد هالشكل؟ قول مرتاح. رايد شيء؟ تعال قد يمي. مو مشكلة ارتاحي انت نامي. لا تعال قد يمي حتى اشوفك زين. باهر ترى انت ما قصرت، انت يجب ان ترتاح، الشد العصبي من مصلحتك والعمليه ترى مكلفه جدا. شوف اقول لك باهر، كثير مثل حالات غفل فضلوا ان يبقون هنايا. انا ما اريد اقطع عنك الامل، بس صدقني انه المرض انتشر وهسه هي بمرحله الالم، هسه هي بحاجه لك، وانت اللي تريد تسويه ترى يحتاج الى معجزه. صدقني اني لو اقدر اساعدك ما اقصر. اشكرك دكتور، بصراحه انا جمعت نص المبلغ والنص الباقي بعدني، بس ان شاء الله تبرع. شوف اقول لك باهر، هي المساله مو مساله يعني مصاريف علاج، المساله تحتاج هناك الى تذاكر المستشفى، الى السكن، يعني كثير من المتعلقات. ممكن المبلغ يصير على دفعتي، بس انت ما عندك ضمان الدفع هناك. انا المبلغ اللي جمعته يعني بسيط، يدوب يكفي مصاريف السفر. مم.
أنا كلش ضايجة. باباتي اصبري شوية. بابا ماهر تعبني، شفته شلون صاير نايم على الكرسي. قوت البارحة نايم بصالة الانتظار على الكرسي ما يقبل يروح للبيت. بنيتي خليه براحته، باهر يريد يطمئن. هاي صار كم مرة يجي وياي للبيت ما نام ولا دقيقة واحدة أبدا، على الأقل هنا ندينا. بس كل شوي يقعد هم نفس الشيء. هواية حاولت وياه وما فات. هذا الولد مجنون. نعم نعم دكتور. لا اسمعك دكتور، يعني هذا كل اللي وصلك؟ عظيم. انت دكتور يعني تقديرك شنو؟ طيب دكتور، فرصة طيبة، مع السلامة. بشر يحتاج أكثر مفكر. أبو باهر لازم تحاول تفضها. خليجي نسولف ونشوف. لا نسرين مستحيل. وافقي، أنا دا أقول ليش وافقي. خوش فرصة. شلون؟ وضعي صار أسوأ. إيه أكيد، يعني يرات فترة. ها؟ أكذب عليك غير؟ زين زين، يلا مع السلامة. ذوق في نسرين، أرجوش للزعلين ومبروك مقدما. مع السلامة. تشالنج. شنو؟ البوري. يا بتروح ام بطران. بالجايات بالجايات. اقعد استقر. شلون اقدر استقر بابا؟ شلون اقدر واني دا اشوف رفل دا تموت قدامي، دا اراقبها وهي دا تضيع واني عاجز؟ لا انت مو عاجز، للاسف انت ما تعرف تتصرف زين. بابا بابا الله يخليك، انا سبق ان قلت لك مستعد اسوي كل شيء. بس انا عندي شيء واحد، ترجع لبيتك وتفكر بنفسك. بابا رفل هي نفسي. بابا اذا اكو اي زعل الك مني فأرجوك انساها هسه حاليا إلى أن أساعدها حتى أرجع لك آني واعي ومن جديد. زين بس أنا عندي شرط. موافق. يعني دون ما تعرف شنو هذا الشرط؟ مو مشكلة، المهم داين المبلغ. بس شرط ما تتراجع إطلاقا. ماشي. اطمئني، سبق وقلت لك مو مهم عدد الايام اللي نعيشها، لكن المهم شنو اللي نسوي بهاي الايام. واني سويت رجل. اذن اطمئني باباتي. بابا
مو انت زعلان علي؟ ابدا. ليش ازعل منك؟ يعني تعبتك هواي واحرجتك هواي، لو مخلف لك ولد مو احسن. مستحيل مستحيل يكون احسن. قدوري لا تبكي، المهم انت لا تيأسين لا تيأسين. عمري ما يأس، يمكن لو أبقى هالشكل يمكن أموت من السعادة. خير دكتور؟ ماكو شيء. بابا ارتاحي ارتاحي باباتي ارتاحي. رفل دبرت كل شيء كل شيء دبر. كنت أدري أنت راح تدبر، بس ماكو داعي بعد. أنت باكر فات الوقت. كذب كذب. صدق صدق صديقتك جديات هذه المرة. أريدك تتذكرني، ترى أزعلك. ولا تتصرف مثل الأطفال، ترى انت كبرت. تفهم يعني شنو كبرت؟ غار. لا تبكي ارجوك. رفل باكر نسافر ونسوي العمليه، تحملي تحملي رفل. اسمك كلش حلو وكل شي فيك حلو، ما راح تنساني. حتى لو نسيت نفسي ما انساك. اكيد تشكين؟ لا اطلاقا. أنا كلش مشتاقة لك.
مشتاقة لسوالفك ولبيتنا للكافتيريا. كنت اتصور 6 شهور ويا الألم هاي طويلة، بس شو دا اشوفها كلش قصيرة. رفل، أنا رحت للشقة ورتبتها وما بقى غير نسافر ونسوي العملية، وهناك رفل رح نفتر ونشوف العالم كله، بس اتحملي أرجوك اتحملي. شفتك كنت خايفة، لا تتأخر.